السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة دي جايبة لكم مكان بقلب الموسكي في العتبة، في شارع جوهر القائد، من شارع المعز، تمام؟ محل اسمه الكرنك. لقيت فيه بصراحة، اهو بصوا العنوان، 58 شارع جوهر القائد الحسين او الموسكي. جبت لكم عباية استقبال من عنده واسدالات، وجبت لكم شنط سفر وشنط خروج بأسعار مختلفة تماما، بس الحاجات الرخيصة أو اللي عجبتني اللي هي تنفع معاكم، الشنط اللي هي بتاعتهم تبع المحل أو تبع المصنع بتاعهم كانت من أول 150 جنيه، 200 جنيه، 250 جنيه. استايلات الشنط اللي انتوا شايفينها دي، والخامات طبعا فوق الوصف. والشنط دي اللي هي بالشال بتاعها ب180 جنيه. بصوا هتدخلوا من عند الحناوي، محل الحناوي اللي هو من شارع المعز، تمام؟ هتدخلوا يعني هتكسروا بقى من شارع المعز من عند الحناوي، هتلاقوا قدام محل ما شاء الله بتاع المجوهرات على طول، هو محل الكرنك. هندخل ونشوف استايلات العبايات الاستقبال اللي عندهم عاملة كام. زي ما وعدتكم هجيب لكم احسن اسعار بإذن الله وافضل الموديلات والخامات، زي ما احنا رسالتنا مكملين. وبتفرجوا بعد الفيديو ده، عاملة لكم كذا فيديو تاني في العتبة عشان الناس اللي رايحة البحر، تمام؟ والحاجات الرياضية اللي مشتركين في النوادي والكلام ده، جبت لكم اسعار جملة، وجبت لكم برضو اسعار اللانجري في العتبة برضو، واسعار الترنجات والحاجات اللانجري كلها، اللي يخص كل بنت بتجهز. بصوا يا جماعه، استيلات العبايات اللي انا هصورها دي بتبدا من 160 جنيه لحد 200 جنيه، يعني بتبدا من اول 160 جنيه لحد 200 جنيه. العبايات زي ما انتم شايفين كلها فيها تطريز، وقماشتها ناعمه جدا جدا جدا، وقماشتها اصلا يعني مشغوله منها فيها، يعني لو انتوا تدققوا في الفيديو وتاخدوا بالكم وانا بركز لكم كده على الخامه وبركز لكم على الاشكال، هتلاقوا القماشات منها، في قماشات منها في الارضيه بتاعتها ساده بس ما طبعا مشغوله بتطريز من فوق، وفي قماشات منها مشغوله منها فيها. طبعا الخامات قطن هناك ناعمه جدا جدا جدا. فالبنت اللي هي بدل ما تشتري العباية ب 1500 أو 800 جنيه و 900 جنيه و 750 وحاجات كده، حضرتك تقدري توفري كل الكلام ده في عباية زي كده استقبال للضيوف اللي هيجولك في بيتك. ولو انت ما شاء الله ربنا كرمك بإذن الله تعالى بعد الجواز وربنا كرمك وعملتي حفلة سبوع، هتنفعك برضو. فشيلي يا جماعة، حوشوا على قد ما تقدروا، وحاولوا تجيبوا عبايات زي كده اوفر واحسن من الشيفونات كمان مليون مرة، لان الشيفون للأسف بتغير ريحة العرق وكمان مش مريحة في اللبس. هي شيك بس مش مريحة في اللبس ومش عملية. لكن دي جاتلك عزومة في رمضان هتلبسيها، ضيوف جولك في رمضان، سافرتي عند قرايبك، قرايب جوزك، قرايبك الشخصيين، هتنفعك. عملتي حفلة سبوع هتنفعك، فمريحة في اللبس وشكلها زي ما انت شايفة اهي، وبتبدأ من 160 لحد 200 جنيه. واي حد يروح هناك يقول لهم اللي احنا من طرف قناة فيها حاجة حلوة. الشنط دي برضو لقيتها شنط رجالي بس يعني خامتها عالية قوي، بس لقيتها ب300 وحاجات كده، تمام؟ بس انا ركزت لكم اهم حاجة على العبايات لانها شدت انتباهي جدا ولفتت نظري جدا جدا، وبصراحة تهوس وعجبتني. ولما انتوا تشوفوها في الصور غير على الطبيعة تماما، على الطبيعة أحلى وأجمل مليون مرة. صورة الكارت يا جماعة هتلاقوا فيه رقم التليفونات بتاعتهم للاستفسار عن أي معلومة انت عايزينها، وهتلاقوا مع رقم الكارت اسم المحل على الفيسبوك. أنا هسيب لكم الكارت وقت كافي جدا في آخر الفيديو، براحتكم تقدروا اللي انتوا تنقلوا الارقام براحتكم، وتقدروا تاخدوا الاسم، اسم المحل الكرنك، وتقدروا فيه تاخدوا كمان اسم المحل على الفيسبوك، يعني الكتابة بتاعته هتبقى ازاي عشان تقدروا توصلوا.
بصوا كل الالوان موجوده صورتها لكم. البوكات اللي هناك برضو صورتها، لقيتها 200 وشويه و150 برضو صورتها بالمره، يعني اللي هي عايزه حاجات في الرينج ده. انا بصور لكم كل الاسعار يا جماعه، كل الاسعار، عشان محدش يقول انت على طول بتصوري حاجات معينه، طب صوري الاعلى من كده عشان الخامه بتاعتها. فانا والله العظيم الاول باخد لكم افضل سعر في المحل، وبعد كده بقول لكم بقيت اسعاره ايه والافضل بالنسبه لكم ايه، وانا تحت امركم يعني اللي انتوا عايزينه. والله بصور الغالي والرخيص والوسط، لان القناه المفروض بتنوع، بس انا هدفي الاساسي بصراحه يعني ارخص سعر واجود خامه، ده هدفي الاساسي في التصوير وفي رساله القناه. بس في ناس بلاقيها بتدخل لي على الكومنتات وعلى الجروب بالواتساب تبع القناه وبتقولي لا نوعي لنا وصوري لنا. بصوا الشفونات بقى دي اللي انا سالتهم دي بالبنطلون بتاعها، لقيتها ب 700 جنيه بره، في محلات تانية لقيتها ب 1000 و1500 و900 و800. يعني مش هقدر اشكر ومش هقدر اقول برضو ممتاز، لان في اسعار اكيد ارخص وانا هجيبها لكم. بس اللي انا اقدر اقوله ان هي كتصميم وخامات بصراحة كانت تحفة في ايدي، تحفة في ايدي. والبنطلون بتاعها من نفس التطريز بتاع العباية. بصوا بقى الشنط دي كلها اللي انا هصورها المجموعة دي دلوقتي من 300 يعني، وانتوا طالعين يعني من 300 مثلا 350 400 500 للناس بقى اللي هاوية واللي غاوية البراندات براحتها. يعني انا بقولك الستايلات دي ايه ومستوردة ونوعها ايه وجلدها عامل ازاي وبيعيش طبعا معروف الحاجات دي. وفي انواع شنط تانية هصورتها لكم برضو ب 180 جنيه اللي هي بالشال بتاعها، والمصنع بتاعهم برضو بيصنع شنط اسعاره كانت من 150 جنيه لحد 200 جنيه و250 جنيه. اللي عايزه بقى شنطه تحفه اه، والشنط اللي فوق دي كلها بنفس الرينج يعني من 300 وانتوا طالعين، برضو بنفس الرينج من 300 وانتوا طالعين. فعشان ما اخدكوش كده، لا يا جماعه صورت لكم برضو جزء تاني من الفيديو بتاعهم في المحل، لقيته من 200 جنيه و150 جنيه اسعار الشنط، وكانت برضو شنط تحفه جدا جدا جدا. فاللي عايزه من دي تشتري براحتها على حسب امكانياتها الماديه، واللي عايزه من التانيين اللي انا لسه هصورها لكم تشتريها براحتها حسب امكانياتها الماديه. تمام، الشنط دي في منها 150 جنيه. الشنطه اللي بيصور لي عليها دي كانت شنطه سفر كبيره، ثلاث قطع اوريجينال. دي كانت عامله لها ب 3000. انا طبعا ما رضيتش اركز على الاسعار ولا على الشنط، عشان في بنت كانت سألاني مخصوص على موضوع الشنط ده يعني الرخيصه والجوده العاليه. فوالله لو انت تناسبك الاسعار دي، هي ثلاث قطع في قلب بعضيها، كبيره في وسط في صغير، براحتك. مش هتناسبك، انا كده كده اصلا هصور تاني شنط سفر بسعر جمله ممتازه جدا. فاللي عايز يستنى الفيديو الجاي براحته، اللي عايز يروح يشتري منهم الشنط بالسعر ده برضو براحته. انا ما بجبرش طبعا حد وما اقدرش اعمل كده، انا بقول بما يرضي الله الحاجه الغاليه اللي عندهم ايه والحاجه الرخيصه اللي عندهم ايه، وانت بقى وذوقك وامكانياتك الماديه، وانا تحت امركم بجيب لكم كل ده وكل ده. تمام، الشنط اللي انتوا شايفينها فوق دي بقى اللي بالشيلان ب 180 جنيه، شنطه بالشال بتاعها ب 180 جنيه. بصوا الفلاش بس بتاع الكاميرا مع الإضاءة كان معاكس شوية في التصوير، بس حاولت أصور لكم على قد ما أقدر. بصوا بقى المجموعة اللي أنا هصورها دي من أول 150 جنيه لحد 200 جنيه و250 جنيه. تمام، المجموعة اللي أنا هصورها دي دلوقتي، الإسدالات هناك عندهم عامله 200 جنيه و250 جنيه، الاسدالات فسكوس، وفي عندهم ليكرا زبده اللي هي قماشه الزبده. بص الشنط دي يا جماعه تصميم مصنعهم، بس جلدها تحفه جدا جدا جدا. وزي ما انتم شايفين برضو، بص الشنط اللي فوق دي برضو الكبيره لاكوست دي. تمام، والشنط دي برضو عاملة برضو رينج 200 جنيه و250 جنيه.
يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب محتوى القناة بتاعتي يكون بيفيدكم بجد وبتستفادوا، ويا رب تشيروا على قد ما تقدروا عشان كل بنت بتجهز ومزنوقة يا عيني في الوقت وفي الفلوس تقدر ان هي تستفيد بالعروض اللي بيعملوها في المحلات والخصومات، وتقدر تعرف المكان ازاي تروح له. انا هوصفه لكم وصف يعني بصوا بالتفصيل الممل، فان شاء الله هتعرفوا توصلوا ما تقلقوش. انتوا بس اتصلوا على المحل، لو ما عرفتوش تدخلوا من الدخله اتصلوا بس على المحل قولوا لهم احنا مش عارفين ندخل، هيبعتوا لكم حد يجيبكم، ما تقلقوش. يعني انا متفقه معاهم على كده، اللي هيتوه واللي مش هيعرف يوصل يتصل بالمحل ويقول مكانه فين وهيبعتوا له حد يجيبه. فمش عايزاكم تحزنوا وتقلقوا انا ما عرفتش اوصل، عشان بلاقي ناس بتقول انا رحت هناك وما عرفتش اوصل. مفيش حاجه اسمها رحت ما عرفتش توصلي، انا بوفر لك ارقام، بوفر لك كل الارقام المتاحه، رقم واثنين وثلاثه، اتصلي على الرقم المحل قولي له انا في المكان الفلاني مش عارفه اوصل، ابعت لي حد. هيبعت لك حد، مش هينفض لك، هيبعت لك حد يجيبك. فلو سمحتوا يا جماعه بلاش اسلوب الياس ده والاحباط، احنا ناس كبيره وعاقله وبتفهم مش اطفال في حضانه. فاتصلوا على الارقام اللي انا بوفرها لكم، واتصلوا واسالوا وقولوا له شفت الفيديو وعايز اسال مثلا على الشنطه الفلانيه، اتصلوا عليها، اتصلوا على الارقام، هيوفروا لكم على الواتساب وعلى كل حاجه، هيردوا عليكم. لو في سعر حاجه معينه مثلا عايزين تسالوا عليها اتصلوا على الرقم وابعتوا صورتها من الفيديو، وهم خدمه العملاء اللي هناك او الخدمه الاتصال اللي هناك هيردوا عليكم وهيقولوا لكم سعرها كام. بس انا عموما يعني الشنط اللي انا كنت بصورها لكم دي 180 جنيه بالشال بتاعها، سعرها 180 جنيه بالشال بتاعها، والاسعار التانية كانت ب 150 جنيه 200 جنيه 250 جنيه. تمام، عندهم ازدالات فسكوز، عندهم ازدالات فسكوز وازدالات زبدة سعرها 200 جنيه و250 جنيه. تمام، طبعا الحاجات دي العبايات اللي انا اصلا صورتها لكم جوه اللي هي بتبتدي من اول 160 جنيه لحد سعر 200 جنيه. زي ما انتوا شايفين اهي التشكيلة كلها اللي عندها، يعني ما سبتش حاجة اللي مصورتها. تمام، يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك طبعا للقناة والشير الكتير على الواتساب وعلى الفيس عندكم، عشان توصل المعلومة للخمسين مليون مصري المحتاجينها في حياتهم، محتاجين الحاجات الشيك والذوق والراقية وسعرها يكون مناسب ومعقول. والبنت اللي بتجهز برضو، ده شارع اهو جوهر القائد اللي انا فيه، هتمشوا عند بازار حورس، الدخلة بتاعته من شارع المعز، اول ما تقابلوا بازار حورس هتدخلوا عنده على طول، هتكسروا على ايديكم الشمال عشان تدخلوا للكرنك اهو. اول ما تشوفوا بازار حورس في شارع المعز يبقى ده شارع المعز، ده اسمه شارع المعز، وده بازار حورس، وعنده حاجات شنط فرعونية ونقشات وكده وحاجات جميلة هي اللي عايزة تتفرج وتشتري من عنده. انا مصورتهوش بصراحة، بس انا صورته كعلامة يعني اللي انتوا تدخلوا من فين، من شارع المعز وتحودوا من فين. وكل الفيديوهات الجاية بعد كده للعتبة برضو هتمشوا نفس الدخلة دي من عند المعز، وهتحودوا من عند حورس، ده بازار حورس، هتلاقوا الكرنك، وبعد كده المحلات التانية اللي انا هقول لكم دخلتها من الحناوي، الكرنك والحناوي او الاتنين قدام بعض، سوري الحناوي بازار حورس الاتنين قصاد بعض، وده شارع المعز. بصوا يا جماعة ده أول شارع المعز من نزلة كوبري الأزهر، شايفين كوبري الأزهر أهو، ده كوبري الأزهر، هتنزلوا هتاخدوا يعني ميكروباص من بعد ما تنزلوا من مترو العتبة، هتاخدوا الميكروباص أو السوزوكي الصغيرة هتركبوها، هتقولوا له عايزين ننزل عند جيت، عايزين ننزل عند جيت بتاع الجيت بتاع الطعمية والفول، هتنزلوا من عند جيت من هناك، هتعدوا الرصيف الناحية التانية، هتعدوا الدخله بتاعت شارع المعز اهو من عند كرامه بتاع العطور. تمام، هتعدوا من عند جاد من هناك، ده اول المعز اهو، وعلامه تانية المحل التاني اهو من اول الدخله، ارتزانة السوريه، شركه ارتزانة اهو، بصوا جاد اهو، هتركبوا من بعد محطه المترو،
بتاعة العتبة، هتركبوا السوزوكي من تحت الكوبري هناك اللي بيودي الأزهر والغورية، هتنزلوا عند جاد أو هتنزلوا عند النفق، قولوا له نزلنا جاد أو عند النفق، هتعدوا النفق أهو، شايفين النفق اللي عند مسجد الأزهر، هتعدوا النفق من تحت، هتعدوا الشارع الناحية التانية، شايفين المحل اسمه قصر الحرمين او الكافيه بتاع قصر الحرمين ده، مش هتدخلوا بقى طبعا من الزقاق ده، لا انتوا هتدخلوا من الشارع، انا بديكوا بس المحل ده علامة، هتدخلوا من الشارع على طول لقدام، هتفضلوا ماشيين على طوالي طوالي، اسألوا اول شارع المعز هيقول لكم لسه قدام، هتمشي على طول على طول عند كرامة لما هتقابلوه، وعند ترزانيا ده بتاع سوريا، هتدخلوا الشارع على شمالكو اول ما يقابلكو زي ما انتوا بازار حورس، وعلى يمينكو الحناوي، هتحودوا شمال من عند بازار حورس، هتلاقوا الكرنك على ايديكو اليمين قدام محل ما شاء الله بتاع الدهب، اظن اسهل من كده وصف مش هتلاقوا. اهو يا جماعة العنوان اهو مكتوب، محل المعرض 58 شارع جوهر القائد الحسين الجمالية، والمكتب 4 خالد الخليلي مول عزام الدور الاول، تمام. دي ارقامهم، ودي ارقام الكرنك فاشن اللي هو الارقام بتوع خدمة العملاء، شايفين الرقمين دول اللي مكتوب عليها الكرنك فاشن، هم دول الرقمين اللي انتوا هتتصلوا عليهم عشان يبعتولكوا على الواتساب، ويبعتولكوا على اي حاجة وعلى اي استفسار انتوا عايزينه، تمام كده. استنوا بقية الفيديوهات الجاية في نفس المنطقة، في نفس الشارع بتاع جوهر القائد عند اول المعز عند الموسكي، استنونا عشان في فيديوهات مهمة جدا جدا لكل العرايس، انا ظبطتها لكم في الاسعار، وان شاء الله باذن الله هعمل لكم كمان الفيديوهات الجاية على الاجهزة بقى وعلى كل حاجة تخص التجهيزات بتاعتكم، والله المستعان. واللي عايز اي استفسار في الحجوزات السياحية انا تحت